منكم بيعرف هنري ماتيوس بدوره بالكوميكس بنشر الكوميكس بالعالم العربي وبسلسلة ما وراء الكون جراندايزر وطوات سوبرمان لولو طبوش بس مش كتار منا بيعرفوا هنري الفنان اليوم ناطرينكم على افتتاح معرض هنري ماتيوس نساء وأماكن في ذهني Women and Places in My Mind يلا ناطرين المعرض متنوع بيحتوي على 70 لوحة بزيت أكريليك وباستيل على مرحلة أكثر من 20 سنة بتستوقفنا اللوحات بجماليتها بتنوعها ونتوقف على كورت من هنري يلي بيحكي عن مفهوم الرسم له بالنسبة له هو متعة وهو جسر لعالم تاني لأحاسيس تانية هنري على فكرة ما كان يعرض لأن بالنسبة له كان الرسم صورة لحظية من روحه فكان عنده صعوبات كتير يعرض ما في شك إنه الرسم بالنسبة له هو رحلة ممتعة شفائية ممتعة فعم نمشي معكم المعرض يلي مستمر لست شباط بجاليري راس بيروت كالتشرال سنتر يلي هو جولدن تولب سيرينادا بشارع عبد العزيز الحمراء وبحب للي منكم ما اجوا على توقيع كتاب ما وراء الكون نقلكم انه رح نعيد البوك ساينين نهار الاربعاء الساعة 6 الاربعاء الجاي الساعة 6 ب 23 الشهر وكمان رح نختم المعرض بلقاء مع هنري وندوي عن تاريخ الكوميكس العربي شرفونا اهلا وسهلا فيكم جميعا